احكي لكم على تجربة صعبة مريت بيها من كام يوم، فيها خسارة مادية مع صدمة من اتيتيود الناس. كنت مخنوقة قوي بقى وانا غبي وفضفاضة بصراحة. انا مؤمنة ان كل محنة جواها منحة. عود نفسك فعلا تدور على المنحة اللي في كل محنة. طبعا انا اتعلمت كتير اكيد، اتعاملت مع ناس من كوميونيتي مختلفة، ف اتعلمت ان مثلا انا الاتيتيود بتاعي towards مشكلة معينة ما ينفعش اتوقع ان الناس كلها هتتصرف زي، يعني مشكلتنا دايما ان انت مثلا بتحط نفسك مكان الناس. لو انت طلبت لحد مساعدة عشان انت بتساعد فكان الناس كلها لا، لازم تعرف ان لا، الاتيتيود مختلف. مش شرط كل حاجة انت بتعملها غيرك هيعملها، لا خالص. اللذيذ اللي في الموضوع بقى ان موضوع الفضفاضة ده بيبين لك بقى ايه انواع الصحاب، يعني شوف انت بقى تطلع مين فيهم في الاخر. طبعا لما تكون مخنوق وعايز تفضفض مخك اوتوماتيك بيقعد يعني يخليك تمسك الكونتكست بتاعتك وتدور على اسامي معينة. مش اي حد هتبعت له مسج وتقول له انا مخنوق وعاوز اتكلم. الاتيتيود بتاعهم هو اللي بيخليك تاخد الديسيجن ده، او يتحط هو في خانة في جدول معين في مخك. هل ده ينفع يتحكي معاه ولا لا؟ ليه بقى؟ هقول لكم دلوقتي. طبعا بقى انا لما بكون مخنوقة او محتاجة اسأل على حاجة مثلا، بقعد ابعت مسجز لناس كتير هو اللي يرد الاول بقى. يعني انا عايز اتكلم بقى فاللي فاضي هيكلمني. هي اكتر حاجة بتضايقني بقى الاشخاص اللي انت لما تحكي لهم على مشكلة انت طبعا منهار ومتضايق ومخنوق وفيك اللي مكفيك موجوع جامد، فاول كلمة يقولها لك انت غلطان، انت عايز الضرب، انت عايز الحرق، كنت عايز امسك الموبايل اكسره الصراحة. ولولاش ان في رصيد سابق بوزيتيف من الشخص ده ما تهيليش كنت اتعاملت تاني يعني. بس انا حاولت ابلع الموضوع على قد ما اقدر. بس ممكن بعد كده اعمل اعادة تفكير ان انا لو اتحطيت في نفس الموقف وحبيت احكي ممكن يكون من الناس المستبعدين. العكس بقى، في ناس لذيذة قوي دي. يعني دول بعتبرهم الفريندز بتوعي اللي انت تقعد تحكي 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 وهو الله على طريقة تفكيرك، الله على دماغك، تحس ان انت يعني فنانة فنانة اللي هو ما يغلطكش ابدا، كل حاجة بتعملها صح. يعني ايه اللي هو إيه لو انت كحيت الله ده ايه الفن ده كله. دول برضو من كتر ما هما بوزيتيف طول الوقت انت برضو ما خدتش منهم رياكشن. والرياكشن بتاعهم مش وحش والله، رياكشن جميل وحلو وبيديك سيلف كونفيدنس كده، بس تحس برضو ايه يعني حلو بس ملوش معنى برضو، ما اضافلكش. بس هو اكيد طبعا برضو اداك شوية بوزيتيف انرجي وريحك شوية يعني. في نوع تالت بقى اللي هو ما يدكش رياكشنات خالص، اللي هو انت بتتكلم وهو هتحس انك بتتكلم مع طوبة مع حيطة، وده غالبا ما يعني خلاص ده مستبعد تماما بعد كده، ما فيش رياكشنات خالص خالص. فلو انت يعني خلاص يعني انت قاعد تتكلم مع الحيطة احسن مثلا، فده ما هو ما فيش اي فيلينجز ما فيش اي رياكشنز ملهاش لازمة بصراحة. فده فعلا في ناس فعلا بيستبعدوا تماما بعدها. في ناس بقى لذيذة اللي هي ايه بقى، تعرف ان ده مثلا لا هيحل ولا هيربط ولا هيعرف يفكر معاك ولا هيديك رأي، مش عشان حاجة، هو بس سنه صغير يمكن، او ممكن يكون خبرته في الحياة ضعيف فمش هيعرف يديك رأي. بس اللي يخطفك بقى ان هو مثلا تلاقيه مهتم بيك، مجرد انت ما بعت له ان انت مخنوق وعايز تتكلم تلاقيه الاهتمام الزيادة اللي حصل من ناحيته ان هو مصمم يسمعك، عنده شغل ومصمم يسمعك، الدنيا دوشة حواليه مصمم يسمعك، الظروف كلها وحشة جدا ومش مناسبة خالص ان في حكاوي او فضفضة تتعمل، ومصمم برضو يسمعك. مجرد اهتمامه بيك ان هو عايز معاك تحت اي ظروف، ده بيبقى جميل. بيفكرني كده بالناس طبعا اللي ربنا كرمهم باولاد. لما مثلا ممكن يبقى طفل عنده 3 سنين وملاقي مثلا مامته وباباه بيعيطوا مثلا، فيقعد يطبطب عليهم ويحضنهم بس ويحاول يبصهم ويرضيهم، بس هو مش هيعمل له حاجة. بس مجرد السبورت
بتاع ان انت بتعيط لحد وهو متعاطف معاك كده وبيطبطب عليك، طبعا احساس تحفه يعني، حتى لو هو مش هيقول لك اي راي ومش هيحل معاك اي حاجه. بعد شويه بقى ابتديت لما ابدا الكلام مع اي حد، انا مش عايزه حد يقطعني، انا عايزه حد يفكر معايا، انا عايزه حد يحل معايا، انا عايزه حد يقول لي انا ماشيه صح ولا غلط. يعني معلش، فكره التقطيع دي انا مش عاوزاها. في اشخاص بقى عارفه المشكله اللي انت بتمر بيها، بس هي لذيذه قوي يعني، تلاقيه بعت لك مسج بيحكي لك يومه كان عامل ايه النهارده، فاللي هو اخويا هايص وانا لايص، فاللي هو انت مش عارف، مش واخد بالك انا مودي عامل ازاي، مجروحه قد ايه، موجوعه، مخطوفه كده، متضايقه، ف انا مالي ومال تفاصيل يومك. ما اعرفش، ممكن يعني مش عايز اظلم، ممكن يكون حد، في ناس بتحاول وانت في عز خنقتك تحاول تطلعك من المود وتضحكك وكده، معرفش، بس انا ما بحسهاش بتجيب يعني، مش بحس ان هو ده الحل. انت فعلا انك تضحك حد او تقول حاجه بتضحك في عز حد هو اصلا في دنيا تانيه، في عالم تاني، مش مركز معاك اصلا، مش عارفه، ساعات ما بحسش ان هو ده الحل. يمكن لو انت قعدت معاه وهديته وطيبته بخاطره وفكرت معاه بصوت عالي، حاولت توجد معاه حلول، انا شايف ان ده سبورت افضل يعني. او حتى لو انت مش لاقي حلول وخبرتك في الحياه ضعيفه، بس مجرد ان انت تهديه او تقول له كلام بوزيتيف من غير تقطيم، طبعا ده لطيف يعني. في ناس بقى يعني مهتمه تعرف وكده، بس تحس ان هو بيسمع وبيديك في عظمك بقى، بيديك في جنابك، كله كلام نيجاتيف 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 نيجاتيف، فعلا بتبقى عايز تمسك التليفون بقى ترميه بقى بجد. وفعلا في اشخاص في طبيعتها، انت في موقف وحش، انت في موقف حلو، انت في اي موقف، في ناس مجرد ما بتفتح بقها كلامها نيجاتيف وكلامها تقيل وكلامها لا يطاق. فطبعا الناس دي بعد كده ما يزعلوش لما مثلا حد يقول لك ازيك عامل ايه، فاين ثانك يو، خلاص. و يا رب دايما، يا رب دايما، الحمد لله، يا رب دايما. وبعدين بقى بيقعدوا يعاتبوك بعدها، هو انت ليه كلامك قليل، هو انت ليه بتردي على قد بتجاوبي على قد السؤال، هو انت افتح مواضيع مع ايه، لا مش يعني اتكلم ليه، مع مجرد يعني اللي قدامك. فعلا في ناس بتفتح بقها كلام كله نيجاتيف، كلام كله لا يطاق، فانا هحط في نفسي في موقف زي ده ليه تاني يعني، ما تقليش يعني، هحب اتكلم تاني واحكي في تفاصيل يعني. في ناس فعلا مجرد ما يبعتوا يعني يكلموك، الحمد لله الحمد لله، وفعلا الحمد لله طبعا على كل حاجه، بس انت مش هتحب تدخل معاهم في اي تفاصيل. طبعا المنحه اللي كانت في المحنه دي، ان طبعا عرفت اهو، قسمت الناس اللي انا عارفاهم كاتيجوريز يعني، خلاص كل واحد اتحط في كاتيجوري معينه، لما اتعرفش نفس الموقف هبقى عارفه يعني، هبقى عارفه بالظبط بقى دلوقتي يعني اتفلتروا بقى، تمام. فانت هتبقى عارف مين بالظبط اللي انت ممكن تتكلم معاه. طبعا في ناس اهتمت، وطبعا انبهرت بالاهتمام، وان هي ممكن يكون المعرفه مش قويه بس، وطبعا الكوبليه بتاع التقطيم انا وقفته، فمش عايز اسمع تقطيم، فهم احترموا ده وحاولوا فعلا يوجدوا معايا حلول. اتبسطت ان في ناس مثلا تبعت لك مسجز تقول لك ها عملت ايه في الموضوع بتاعك، انا هفضل معاك لغايه لما الموضوع يتحل. اتبسطت ان حد، انا اصلي فجاه بقى لقيت نفسي بعت لناس كتير، فخلاص بقى لقيت نفسي اكتفيت من الفضفضه، فمش قادر احكي الموقف تاني يعني. طبعا انك لما تحكي تاني وتالت ورابع خلاص بيبتدي بقى يفكرك وبيوجعك اكتر، فالكلام بقى خلاص ابتدى يوجع يعني، خلاص يعني الفضفضه خلاص خلص. فاللي رد متاخر بقى، خلاص انا كنت خلاص يعني، كنت لحظه فضفضه وراحت، فانا مش محتاجه، بس اتبسطت قوي ان في ناس كانت مصممه تسمع وناس اهتمت يعني، انبهرت بحاجات كتير حلوه يعني. فعلا في اي موقف صعب لمت الناس حواليك يعني بتطبطب كتير يعني، يمكن فعلا انا ابتسمت يوميها وضحكت في عز وجعي يعني، سبحان الله. وطبعا الطبطبه دي اكيد جايه من عند ربنا، وان الناس دي ربنا سخرها ليا ان هي تخفف من عليا. طبعا يا ترى انت بقى اني صاحب فيهم؟ على فكره انا من صحاب الرزل على فكره، اللي لو لقيت اللي قدامي غلطان الصراحه يعني بقول له انت غلطان، ان هو اللي بيقطم وغلسه يعني، وممكن اخلي قدامي يكره نفسه، بس الاتيتود بتاعي متغير يعني، هو مش على طول كده يعني. مثلا لو حد فعلا بيشتكي لي من حاجه وهو بيحكي، انا شايفاه فعلا هو مش يعني من وجهه نظري مش حاسبها صح او مش واصل الامور صح،
ممكن الفت نظره على فكره طب ما انت اللي غلطان، الطرف الثاني مع الفكره المشكله ما عندك انت على فكره مش عنده كده. في ناس زعلت مني وفي ناس عاتبتني كتير وبتقول لي انت في عز الوجع فعلا بتعاتبي يعني وبتنتقدي وكده يعني وغلسه غلسه يعني. بس اوقات تانية لو انا حسيت مش شرط يعني، انا فعلا لو اتحكى لي موقف وانا حسيت ان المشكله في الطرف الثاني، لا على فكره باخد صف الطرف اللي بيحكي لي واقول له اه لا على فكره هما اللي غلطانين وهما فعلا ناس مش دايركت والمفروض كانوا يتصرفوا بطريقه احسن من كده، وانت ليك حق تزعل وكل حاجه، طب يلا نفكر مع بعض هنحل ازاي وكده يعني. فانا عايز من الناس الغلسه يعني. مبسوطه قوي ان انا فضفضت معاكوا برده وافتكرت مواقف ضحكتني ومواقف بسطتني. لا فعلا هو انا اكيد لسه تاتشت باللي حصل، بس مبسوطه يعني الحمد لله. طبعا انا اكيد اتعلمت كتير، تجربه صعبه اتعلمت منها ومبسوطه بكل حاجه بوزيتيف حصلت فيها. اشوفكم على خير.